سائل يسأل عن قول بعضهم من لم يكفر الكافر فهو كافر، هل هي قاعدة صحيحة؟ أما القاعدة فصحيحة، ولكن أكثر الذين يكررونها جهلة لا يفهمونها ويكفرون بالظلم والاعتداء. من لم يكفر الكافر فهو كافر، أي من ثبت كفره وعلم كفره وعلم الإنسان كفره ولم يكفره فإنه كافر، لأنه راضي بكفره. لكن من لم يعلم كفره فلم يكفره فلا شك أنه ليس بكافر. من لم يعلم أنه كافر فقال هو ليس بكافر، لا يكفر بهذا. نعم يقال هو مخطئ، لكنه لا يكفر بل يعلم. الآن بعض المسلمين يأتون ويقولون مثلا إن النصارى جملة ليسوا كفارا، ويظنون أن هذا صحيح. هؤلاء ما نكفرهم ونقول لم يكفر الكافر فهو كافر، وإنما نقول هم مخطئون ونعلمهم ونبين لهم كفرهم. وما اختلف فيه العلماء هل هو كفر أو ليس بكفر، فلا شك أن من أخذ بقول أحد من العلماء فلم يكفر به لا تنطبق عليه القاعدة. هؤلاء الجهلة يعتقدون أن كل من اعتقدوا كفره هم فلم يكفره غيرهم فهو كافر. ولذلك ماذا يفعلون بالناس اليوم؟ يقولون الشعوب كفار، الشعوب كفار، الشعوب في الدول الإسلامية كفار. لماذا؟ يقول لأنهم لا يكفرون الكفار. أعوذ بالله، من هم؟ يقول ما يكفرون الحكام. يقولون أهل الإمارات كفار. لماذا أهل الإمارات كفار؟ يقولون ما يكفرون الشيخ خليفة، والشيخ خليفة كافر، قبحهم الله وقبح قوله. هؤلاء أولا اعتدوا بتكفير المسلم أصلا، تكفير الحاكم. ثانيا اعتدوا بتكفير الناس، وهذا سبب الخلل الموجود اليوم. فاعتقدوا كفر الحكام فكفروا الشعوب لأنهم لا يكفرون الحكام، فاعتدوا وظلموا بتكفير الحكام المسلمين كالشيخ خليفة والشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد. هؤلاء عباد لله مسلمون، يأتون يتسلطون بتكفير الحكام جهلا وظلما وعدوانا، ثم يرتبون على هذا الظلم ظلما أعلى فيقولون الجنود كفار، ثم يرتبون على هذا الظلم ظلما أعلى فيقولون الشعب كفار. لماذا؟ يقولون لأنهم لا يكفرون الكافر. وذلك يا إخوة، لما قيل لأحدهم نأتيك بكلام للشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يبين لك الطريق، قال هذا أكفر من هذا. لأنهم لا يكفرون آل سعود. واحد منهم يخاطبنا يقول أنتم لستم مرتدين، أنتم لستم مرتدين، أنتم كفار أصليون، أنتم ما عرفتم الإسلام. آباؤكم الذين جاءهم الملك عبد العزيز هؤلاء ارتدوا، أما أنتم فأنتم أصلا نشأتم في الكفر. وواحد منهم يقول لي رأيت الحجاج هؤلاء أكثر من مليونين، وكنا في فترة الحج، يقول ليس فيهم واحد عرف الله. لما؟ لهذه الظلمة في قلوبهم، في هذه القاعدة التي أعملوها في غير موطنها.
من لم يكفر الكافر فهو كافر، فكل من اعتقدوا كفره كفروا من لم يكفره. والتكفير يا إخوة ظلمة لا يقدم عليها عاقل، وإنما العاقل يردها إلى العلماء ويسير خلف العلماء وتبرأ ذمته. وجاء أناس ظلموا من جهة أخرى وقالوا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أساس التكفير، لأنه يقول من لم يكفر الكافر فهو كافر، فحملوا كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على كلام هؤلاء الجهلة، وهذا في واد وهذا في واد. القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب هي كما قلنا، في شخص ثبت كفره وعلم الإنسان كفره بالأدلة وكان كفره ثابتا فلم يكفره، أما من لم يثبت عنده الكفر وقال الأصل الإسلام فيه فهذا أخذ بشريعة الله، أخذ بشريعة الله. بل أنا أقول يا إخوة لو أن عالما كفر مسلما ولم يظهر لك كفره فإنك لا تكفره، فإنك لا تكفره لأنه لم يظهر لك كفره، فلا بد أولا أن يثبت كفره بالدليل، وأن يثبت عند الإنسان كفره ويعلم أنه كافر ثم لا يكفره مع علمه بهذا، فهذا الخطر العظيم الذي هو كفر. أما من لم يثبت عند الإنسان كفره فلم يكفر فإنه لا يدخل في هذه القاعدة. نعم. جزا الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.